تذكير بأهم العناوين. بعد 10 سنوات الشباب والرياضة تقيم كرنفالها الأول بحضور الهلوب، وتسويق 750,000 طن حنطة في صلاح الدين، وتربية المحافظة تستكمل استعدادات امتحانات السادس الإعدادي. السودان يتهيأ مبكراً لإنجاح مجالس المحافظات، وقوى سياسية تلجأ لخيار الذئاب المنفردة لحصد الأصوات مع تردد الصدر. العفو العام والنفط والغاز التحدي الأصعب لمستقبل ائتلاف إدارة الدولة بعد تنسيقيات الموازنة الثلاثية. اتهام وزارة الهجرة توظيف منحة النازحين للكسب السياسي والانتخابي، ومغامر بيجي يبرئ العربيد من تهمة اللدغة السامة. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.